فالمفروض يقول يا رب ايضا نشير الى سنه الفرديه والتقريريه من خلال شنو؟ حجيه الخبر الواحد. زين الاجماع ايضا هنا عندنا زين ايضا نشير الى ودليل العقل ايضا باعتبار ما اعتمده ودليل العقل ديما بناء على شرط العقلاء. قالوا خبر واحد هو ثقه خلاص. وكشف بناء على ايش؟ بناء على السيره العقلائيه وبناء العقلاء، وكشف هذا البناء على اتفاق الشارع معهم مع العقلاء باعتبار هو شنو؟ متحد معهم من جهه المسلك. فهو شنو؟ سيدهم شارع المقدس. فتقول هذا شنو؟ وظفنا دليل العقل على حجيه الخبر الواحد بناء على اي دليل؟ السيره العقلائيه تعتبر هي عمده الادله، هكذا يقول اصول عمده الادله في حجيه الخبر الواحد هو السيره العقلائيه وبناء العقلاء. هذا يكون شيء إن شاء الله.